دي السبمنديبولار جلاند زي ما انت عارف، دي موجوده في السبمنديبولار ترينجل او في دايجستيف ترينجل. الجزء اللي انا شايفه ده اسمه سوبرفيشال بارت بتاع السبمنديبولار جلاند، ودوت السيرفيس ده اسمه الانفرولاترال سيرفيس. كان فيها لاترال سيرفيس ان ريليشن للمانديبول، وميديال سيرفيس ان ريليشن للهايوجلوسس والمايلوهايويد ايه ماسل. السوبرفيشال سيرفيس اللي هو من تحت دي بتبقى ريليتد للسبمانديبولار ليمف نودز وسيرفايكال برانش اوف ذا فيشال نيرف، فيشال ارتري وفيشال فين، وممكن الهايبوجلوسال نيرف. كل دولت بيبقوا ريليشن للسوبرفيشال او الانفرولاترال سيرفيس. طبعا اللاترال سيرفيس كان سبمانديبولار فوسا اوف ذا مانديبول والفيشال ارتري. الميديال سيرفيس الهايوجلوسس والمايلوهايويد ماسل. طبعا الصورة اللي احنا شايفينها دي احنا شلنا المايلوهايويد وخلينا الهايوجلوسس، وادي السبمانديبولار جلاند، وادي هنا السبمانديبولار داكت. اللي باين ده جزء، ده الديب بارت بتاع السبمانديبولار جلاند. المفروض هنا ده لينجوال نيرف فوقها، وتحتها في هنا ايه الهايبوجلوسال نيرف. انا جايب هنا دي عشان اوري لك ان السبمانديبولار داكت دي بتفتح في الفلور اوف ذا ايه ماندبل، فلور اوف ذا ماوث، على التوب بتاع السب لينجوال بابيلي، على التو سايدز اوف ذا فرينيولم اوف ذا ايه تانج. يبقى دي بتعمل في الفلور اوف ذا ايه ماوث. طبعا ما ننساش ان الباراسمباثيك انرفيشن بتاعتها بتاخد من النيرف ده اللي اسمه لينجوال نيرف. طبعا مش اللينجوال نيرف بس، لا اللينجوال نيرف من الكوردة تمبناي اللي ماشي مع اللينجوال نيرف، هو ده اللي بيدي لها الباراسمباثيك ايه انرفيشن. وبتاخد فايبرز برضو من السب مانديبولار ايه جانجليا اللي هنا. فطبعا السب مانديبولار جانجليا عن طريق برضو الايه الكوردة تمبناي اللي هو طالع من السيفنس كرين نيرف اللي هو الفيشيال ايه نيرف، تفتح في الفلور اوف ذا ماوس على التوب بتاع السابلينجوال بابيلي على التو سايدز اوف ذا فرينولام.